جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول المرسلة جمعة محمود عمر، الأخت جمعة تسأل وتقول: هل يحق للحرمة أن تحج بدون محرم؟ لأنني أعمل هنا في السعودية وليس في استطاعتي إحضار أحد من أهلي كمحرم لي، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم للحج أو لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية مسيرة يومين، في رواية سيرة 3 أيام، في رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مطلقة: لا تسافر مطلقا إلا مع ذي محرم للحج ولغيره. بل إن الحج ورد فيه أيضا ما يخصه، فإن رجلا أراد أن يخرج في الجهاد وامرأته تريد الحج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فأرجعه من الغزو ومن الجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته محرما لها. هذا يدل على وجوب المحرم للمرأة، وأنها لا تسافر إلا مع المحرم للحج ولغيره، والحج آكد، ولهذا لا يجب على المرأة الحج حتى تجد المحرم، فإن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإن لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى يتوفر لها المحرم، فإن أيست من وجود المحرم فإنها تنيب من يحج عنها. نعم.